بقول لكم شكرا للحضور الكريم، شكرا للساهرين على التنورة، هذا شرف لي وتكريم. غادي يكون حافز ليا انني دائما نقدم انتاجات اللي تطاب مستوى ديال الانتاجات التقنية المغربية. رشيد شو الان في الموسم الثاني ديالو، دابا كنحاولوا دائما نطوروا من نفسنا باش البرنامج يعجب سعيد المنصري. تبارك الله على سعيد المنصري. لحد الناس كيقولوا نخاص بيا ما نخاص، ما نخاص بيا الحمد لله ما هذا غادي نعيط ايضا على لان غادي تكون يعني تتويج الاخير. غادي نعيط ايضا على الممثل جواد العالمي لاحسن ممثل في برنامج مداولة. انا جد سعيد انني نكون من بين المكرمين في هذه التظاهره الكبيره هذه، وفرحت بزاف انه تم اختيار برنامج رشيد شو كاحسن برنامج تلفزي ترفيهي، وهذا ما كيزيدني الا اصرار وتحفيز ليا باش دائما نقدم اعمال في المستوى ونطور من نفسي ونطور من البرنامج، فهادشي كيفرحني. وكنشكركم انتوما الصحافه على المواكبه، كايطوا عليا انا مشيت. كنا مكحطين وكنا كنمشيو للقهوه، واحد السيد صديق ديالنا كاميرا مان في دوزان كانت عندها حتى ربط تواصل في القهوه، هو اللي كان كيوصلنا. اليسري كان كيسكن في مسكورة، ولكن ما كانش صاحب هذاك الكاميرا مان، قال لي قول لي وصلني الله يحفظك. قلت له واش قدرت توصلو؟ قال لي قول لي ماشي مشكل دير لي المازوت. ركبنا في الطوموبيل مشينا لكوسكورة والله العظيم، قال لي دخلت وين مشينا في لابيست والسيد ندم تمشى. دخلنا لواحد ستاسيون خاوي، جا السيد وين جامي يسري، وقلت هذا داك اللي كيدير المازوت، اقسم بالله جبت 20 درهم كان لي واحد الدرا كلها. تفكرت على يسري يسري المغربي دابا تبارك الله.